تبليط متهالك ومجاري سيئة وخدمات بلدية شبه غائبة، مشاكل يعانيها سكان دور معمل المعجون وسط مدينة بعقوبة، وغياب تام للاهتمام الحكومي رغم المناشدات المتكررة من قبلهم. نعاني من قلة الخدمات. الشهر الرابع بعد معاناة لعدة سنوات قام تبليط منطقتنا، والتبليط ليس مو بالمستوى المطلوب، لا اكو متابعة من السيدة مديرة البلدية ولا المسؤول اللي استلم المشروع. قلصوا بالتبليط، الشوارع بها صار تخسفات. خدماتنا بالمنطقة صفر، سووا التبليط عافوا المجاري، والتبليط بدون مجاري مستحيل ينجح، والتبليط بيه نقص وبيه تخسفات وبيه افرع اكثر من اقل من المقرر. وراجعنا وحتى صارت مشكله، والمشكله كبيره ومحاكم من وراء التبليط وبعد التبليط على وضعيته. من جانبها اعلنت اداره قضاء بعقوبه بان منطقه دور معمل المعجون تعاني من اهمال في تقديم الخدمات، وتبليط المنطقه لم يكن وفق القياسات المعمول بها. دور معمل المعجون هي احد احياء مدينه بعقوبه، تعاني من ماساه في الخدمات. بناء على مناشداتهم تم درج مشروع اكساء لهذه المنطقه وتم تنفيذها من قبل بلديه بعقوبه، لكن التبليط ليس بالمستوى المطلوب كان، وطالبنا بإعادة الملاحظات الموجودة. عدم وجود مجاري في هذه المنطقة سوى مجاري سطحية، لكن المناشدات المستمرة من أهالي المنطقة جعل معالجتها بإكساء بشكل مؤقت لحين ورود مشروع مجاري المركزي الخاص بالمناطق الغربية، هي مشمولة ضمن هذا المشروع. مناشدات أهالي المنطقة المستمرة للجهات الخدمية دون اتخاذ أي إجراءات للحد من سوء الخدمات يقابله صمت حكومي دائم. من محافظة ديالى حسن شمري، التغيير الفضائي.